الموقف الأخباري من قناة النيل الأزرق، حياكم الله. خرج آلاف المواطنين في موكب بالخرطوم دعا له مجلس حكماء والشباب ونساء السودان دعما للسيادة الوطنية ورفضا للتدخل الأجنبي. وشارك في الموكب ممثلين لعدد من الولايات، وأكد المتحدثون الذين خاطبوا الحشد دعمهم للقوات المسلحة السودانية وهتفوا بشعارات جيش واحد شعب واحد. ودعا المتحدثون إلى ضرورة توحيد أهل السودان والبعد عن الفرقة والشتات والوقوف بجانب القوات المسلحة وتقدير الدور الذي تقوم به في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد. قال حاكم إقليم دارفور منيار كوملناوي، قال إن حكومة إقليم دارفور سوف تبذل قصارى جهدها خلال الفترة القادمة والعمل من أجل أن يعم السلام كل ربوع دارفور والبلاد عموما. وقال منناوي عقب اللقاء الذي عقده يوم أمس بالفاشر مع قيادات نازحي معسكر زمزم جنوب الفاشر بغرض مناقشة وإيجاد الحلول اللازمة والملحة للمشكلات التي يعاني منها سكان المعسكر، قال إن المشكلة الأساسية تتمثل في الصراع حول الأرض ومحاولة إلقاء اللوم على سكان المعسكر في كل ما يحدث، مشددا بأن النازحين هم أصحاب المصلحة الحقيقية الذين نصت اتفاقية جوبا للسلام السودان على إنصافهم وتعويضهم قدر المستطاع. قوالي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العجب بعدد من الإعلاميين والصحفيين، حيث ناقش اللقاء عددا من المحاور أهمها افتتاح الميناء البري والطرق الداخلية في مدينة مدني وعدد من المشاريع. هذا اليوم التقيت بالصحفيين والإعلاميين في ولاية الجزيرة واتفقنا معهم على أنه أو حقيقة تم تنويرهم بما تم في الفترة الماضية والمشروعات المستقبلية في الفترة الجاية، وأنه هم يكونوا سند لنا وعضد، وإذا مشينا صح معانا، وإذا عوج المسار عليهم تصحيحنا برضو ولفت النظر. تناقشنا في عديد جدا من المحاور وأجبنا على عديد جدا من التساؤلات، ويمكن أهم المحاور اللي تم نقاشها أنه نحن عندنا أحداث جسام جاية علينا في خلال الأيام المقبلة، يمكن أهمها افتتاح الميناء البري في الأسبوع القادم إن شاء الله، ويعني اللي هو أحدث ميناء بري وأكبر ميناء بري في السودان. شهدت ولاية جنوب دارفور تدشين مشروع نظام الحوسبة الرقمية لمراكز التأمين الصحي المباشرة، ويساعد المشروع في الحصول على تقارير حقيقية وصحية يعتمد عليها في التخطيط السليم وضبط الخدمة الصحية. وقال المدير التنفيذي للتأمين الصحي بجنوب دارفور، قال إن البرنامج يقوم بضبط التقارير والتكاليف وتقليل فترة الانتظار. التعاقد مع جهة فنية لحوسبة برنامج العيادة، وده برنامج متكامل يتابع حركة المريض داخل المركز الواحد منذ دخوله المركز لضابط الإحصاء وكذلك الطبيب ومرورا بالمعمل والصيدلية. وهذا البرنامج من محاسنه أنه هو بيضبط التقارير والتكاليف والتقارير تتعلق بالمترددين سواء كان من ناحية الفئات العمرية أو من ناحية التكلفة أو من ناحية تشخيص الأمراض وإلى آخره. هذا التقرير أيضا بيساعد في تقليل فترة الانتظار سواء كان عند المسجل الإحصاء أو سواء كان عند الطبيب أو حتى في المعمل والصيدلية. شهد مركز كراري للتدريب المهني وريادة الأعمال اليوم تخريج الدفعة الثالثة من منسوبي منظمة اليونيدو للتنمية الصناعية. جاء التخريج في إطار مشروع اليونيدو للتدريب المهني بولاية الخرطوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتعاون مع المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل، حيث استهدفت الدورة عدد 240 متدرب في تخصصات مختلفة من أجل تزويدهم بمهارات مهنية موجهة نحو سوق العمل. استعدوا فرق الإنغاز الآن في إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها في ضواحي مدينة شفشاون شمالي المغرب. وكانت فجر اليوم السبت قد بدأت طواقم الإنغاز الاستعانة بسهريج حديدي مفتوح من الجانبين قطره متر ونصف إلى جانب أنابيب أسمنتية كبيرة، وذلك لحماية الطواقم من أي انهيار صخري محتمل.